يعني هذه التلاوة تكون ابتغاء مرضات الله، والإنسان يقرأها من قلبه خالصة لوجهه الكريم، فبتطلع من القلب وتصل إلى القلب يتأثر بها المستمع. حتى إذا جاء إذا بلغت التراقي.
ضربوا مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام